يظهر العكر تجريبي ريمديسفير أخيراً كواحد من العلاجات التي أثبتت فعالية في التعامل مع كورونا. فبمساعدة جامعة شيكاغو أجريت تجربتين سريريتين للدواء على مرضى من متوسطي وشديدي الإصابة مع دراسة تجريبية ستجرى على 4000 حالة. وحتى الآن أخضع 123 مريضاً للتجارب السريرية الأولية، حيث كشفت النتائج أن 121 مريضاً تعافوا من المرض تقريباً باستثناء وفاة شخصين. وعلى الرغم من أن التقرير يظهر أدلة مشجعة على كفاءة الريمديسفير، إلا أن مختصين آخرين يقولون إنه من السابق لأوانه الحكم على قدراته الحقيقية. بدأت الأبحاث الأولى حول إمكانات الريمديسفير لعلاج كورونا في الصين في فبراير الماضي، عندما كان الفيروس في ذروة تفشيه هناك. وكان الباحثون الصينيون قد خططوا في البداية لتسجيل أكثر من 700 مريض في ووهان يعانون من أعراض خفيفة إلى شديدة لتجربة الدواء عليهم وتقييم سلامته وفعاليته، وقالوا إنهم سيعلنون نتائج التجربة في 27 من أبريل الحالي.